بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي دائما مشاهدي ومتابعي قناة جوار السويس، النهاردة يا جماعة في جولة متميزة وجولة بناء على حبيبي ومن أشد المعجبين بقناة جوار السويس، الحاج نادر بسيط الأردن العقبة. أنا بهديلك يا حاج نادر الفيديو ده بناء على طلبك، لأنك أنت الحمد لله من أشد المعجبين والمدعمين لقناة جوهر السويس. أنا بصراحة بحثت ودورت ولقيتك إنك أنت بتحب أسماك فارس، مش مظبوط كده يا أستاذ نادر؟ أنا رحت. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل يا حاج، ربنا يوسع عليك الأول، ربنا يخليك ويجعلها فتحة خير. أمين يا رب. أنا جاي لك بدعوة من الأردن، شرفنا حاج. الحاج نادر بسيط قال في الجملة طبعا الحمد لله، والحمد لله انت ربنا يوسع عليك بتبعت له شغله مخصوص وعلى الفرازه. تمام، لو انت سالته وعرفت قبل ما تصور حد انت عارف بصور عند مين. تمام. وكمان يا جماعه الحاج نادر عنده مطعم ومسمكه ازاز كابوريا، وبس ومش كده، وربنا فاتح عليه كمان بمطعم تاني اسمه امير البحار. نبدا الهديه اللي هديك بيها يا استاذ نادر. اتفضل يا استاذ طاهر. دلوقتي التجارين على التعبيه اهو، بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه البوكشات اللي فيها السمك. انا بصراحه بسم الله ما شاء الله طمع سمك شريفه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بص مش قادر امسكها يا جماعه من الظبط. تطلع لها كام كيلو؟ ثلاثه دي تقريبا. تعملها بتاع ثلاثه باذن الله. ثلاثه تمام. ادي النواجل اهي، النواجل برضو يا جماعه. ده شغل الاستاذ طاهر عموما للحاج نادر او لغيره. حل هنا طبعا. انت بتبيع بنفس الجوده، ما عندكش خيارين. لا لا لا، انت اي سمك من ده بنفرزه مره واثنين وثلاثه. تمام. احنا هنلاحظ يا جماعه انا بعرض لكم الاصناف، بعد كده هناخد طريقه فرز وتعبئه الاسماك. نواجل، دي نواجل، في نواجل تاني بس تحت هنا، دي الشرفان، وادي الصرع، صرع كبير يا جماعه عملاق. دي واحده اهي، الباقي كله اللي هو الاوزان المتوسط، اثنين وثلاثة. تمام. انا شايف كشرة بوردة اهو، في كشرة بوردة اهو. ادي كده يا محمد على مهلك، احنا ما نقراش حاجة، احنا هنعرض. ده وقار بلدي يا جماعة. شوف بس الاول كشر فوانيس. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، ده السنار، ده السنار بتاعنا بتاع السويس. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يوسع عليك. اهو يا حاج. تمام. وانا شايف في حريد كمان اهو، في حريد اهوت، دي تكمله اهو. ده الوزن ده المناسب يا استاذ طاهر؟ انا شايف الحريد اكبر من كده، بس هو ده المناسب. لا ده احنا فرزينه، ده فرز. تمام. ودي كمان فرز، حتى الكشر ده فرز يا جماعه. الكشر بيبقى صغير ما نحطوش، كل حاجه لوحدها. طب ممكن بقى استاذنك نعمل بقى الفرز، نشوف طريقه الفرز على الترابيزه بتاعت الفرز. ادونا الفله اللي هتعبى، لكن احنا هنشوف مع بعض انت بتفرز ازاي عشان كل الناس تبقى عارفه. ده اللوت بتاعنا، اللوت. بسم الله ما شاء الله. تمام. بتقسمه بقى، وريني حضرتك تعمل ايه. ده بيقلب البوكشه كلها يا جماعه، كله فوزي تقريبا، كلها اوزان واحده. جود الله اكبر. كيلو ونص، 2 كيلو. كان امبارح الاستاذ محمود قال لي هو ده المرغوب، الاوزان دي هي المرغوبه يا استاذ محمود. طبعا معانا الاستاذ محمود. اوبا تعالى يا استاذ محمود. كنا جينا عند اللوت، قلت ايه؟ قلت لك غير احجام المطلوبه. دي وعايزينها بتوع التصدير والمطاعم. وهو ما شاء الله استاذ طاهر يعني بيجيب سمك نضيف، حاجه ما شاء الله زي ما انت شايف كده، والسمكه ما شاء الله عينها. تمام. الحجم ده المطلوب، ده سنجاري يتعمل حلو، يتقلي فردين مثلا، عايزين يعني واحده على قدهم، يعني 2 كيلو، من كيلو وربع لحد كيلو وربع لغايه 2 كيلو. هو ده ما شاء الله احسن حاجه. طب تمام. بس دي تحت يا محمد. في صنف ثاني يا جماعه. ايه اللي بقى يا باشمهندس؟ ايه اللي كده يا محمد؟ الله، بسم الله ما شاء الله. هات 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 دي سمكيه مرجان بقتها اهو، دي الحاج نادر موسع عليها، بسم الله ما شاء الله.
انا ملاحظك انت عندك احجام يا استاذ طاهر. اه طبعا. اه يعني احنا خدنا الحجم الكبير لسه بدمعه. بسم الله ما شاء الله. انا دايما بقول يا استاذ طاهر المرجانيه اذا ما كانتش ذهبي وبتلمع. اه طبعا بهتانه. لا ده مش المرجان الابيض بتاع شلاتين ولا لا 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 شنقان والكلام ده كله. ده بتاع السويس. طازه ده بتاع السويس. بسم الله ما شاء الله. بص لسه الدم واحد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بص اللي معانا حاجه عين ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليك. اه تقطع لها 2 كيلو او 2 الا ربع دي مش كده؟ حوالي كيلو ونص. تمام حاجه ما شاء الله. ده الصنف الثاني ونتابع مع بعض. ده المرجان الابيض السويسي حاجه ما شاء الله زي ما انت شايف كده. الصنف الثالث اللي معانا ده الشعور. شعور. اتفضل يا استاذ طارق. ده الشعور الحر. اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه اللون الاصفر والسناره فيها حاج نادر. معلش يا جماعه انا بهدل الفيديو ده لحبيبي ومن واخي الاستاذ نادر بالاردن بالعقبه. حاجه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص انت بقى بتلم بقى صيد النزهه كله بقى يا استاذ طارق. صيد السناره صيد النزهه عارفين طريق الاستاذ طارق. طريق ازاي بس ازاي السنار وازاي السمك الغزل ده بفضل الله سمك السنار رقم واحد. طبعا اكيد انت بتاخده بسعر لازم يبقى غالي شويه. الله والحاج نادر موصينا احنا ما نبعتش غير انضف سمك. اه بالنسبه للسعر ده احنا نتفاهم مع بعض بس اهم حاجه ان هو ياخد حاجه رقم واحد. تمام. في الاول وفي الاخر مطعمه بسم الله ما شاء الله ليها اسم وليه زبون. واحنا على الطبيعه يا جماعه اهو لا غش ولا تدليس على الطبيعه احنا بنشوف عمليه الفرز. دي اللي هتتعبى انت جاي على التعبيه. هنحضر التعبيه يا استاذ طاهر. تمام يا جماعه بسم الله ما شاء الله. شعور الاصفر بتاع السويس. تمام ده شعور اصفر بتاع السويس. السويس حاجه. بص يا محمود واقفه منديلها ما شاء الله. بص محمود علمنا امسك السمكه منديلها واقف على حيلها. وتقف على حيلها. الله اكبر حاجه ما شاء الله. الصنف الثالث يا جماعه هتعرفوه طبعا وقار بلدي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله ده الوقار. بص يا استاذ طاهر انا طول عمري بقول وفيديوهاتي ما بتكسفش دوس على الخيشوم اذا طلع دم يبقى نزفه يبقى التلج كلها وغير كده شوف العظمه البيضه لازم تكون العظمه دي عظمه بيضه بتلمع دليل ان السمكه صحيه ولا انا غلطان وكمان بقى الظبط والعين والعين اهم حاجه العين. اه تمام العين دي اوزان 2 الا ربع اتنينات ده في كبير يا جماعه ده في كل الاحجام. بص يا جماعه البوكس كلها حاجه ما عندوش فوق زي تحت حاجه ما شاء الله. بص على النهر الله ينور عليك الله ينور عليك. بصوا يا جماعه الخيشوم عامل ازاي. بص الظبط حاجه الله اكبر. بص حاجه بظبطه بسم الله حاجه نادر ما شاء الله مش عايز غير ربنا يوسع رزقك ويحسن سوقك لان حسن السوق مع حسن البضاعه. الله العظيم هو الحاج نادر راجل محترم يعني ما بيحبش غير الحاجات النظيفه. انا الحاج نادر يعني اخ ومش عشت مش موضوع شغل وعميل وبديله سمك. انا ببعت له سمك وبهتم بحاجته زي ما طمعنا زي المطعم عندنا بالظبط بفضل الله انضف حاجه بتروح له. هو بصراحه بمرد الله اي حاجه وحشه حتى لو هاخد سمك لكن عندي يقول لي بيعه والمخسر عليا. تمام. انا بفضل الله تعالى والله العظيم على حاجه هو لازم انضف سمك يروح له. هو موصينا بكده. تمام. اي حاجه ثانيه ما بيرضاش بيها. بص يا جماعه انا مش عارف هسال سؤال مش عارف ده صح ولا غلط. معلش حتى لو غلط سامحني يا استاذ طاهر. لا اتفضل خد راحتك. طبعا الفيديو ده بحمد الله يعني انت عايز تسال تسال. لا الفيديو ده بيلف العالم الحمد لله. تمام. كل دول العالم عندي من امريكا لكندا لكل دول العالم ودول العربيه بيتفرجوا على فيديوهاتي. تمام. طب انا لو استاذنك لو في تاجر في دوله ثانيه تمام عايز ما حدش مش هزعل حد دي. لا طبعا. متفقين؟ يعني انا سؤالي في محله. اه. يبقى دعوه منك لتجار الدول كلها. تمام. عندك بص صل على النبي احنا الحمد لله تجار جمله يعني من الحمد لله من زمان. تمام. فاحنا اي عميل بيتعامل معانا يعني انا مثلا في الاردن بتعامل مع واحد بس اللي هو الحاج نادر بسيط. انا تمام. عن نفسي بقول لك بكل امانه احب الشغل ان انا اشتغل مع عميل والتاني والتالت لان انا عشان اقسم الشغل بين واحد والتاني لازم اظلم حد. لكن لو دوله تانية ممكن. اه طبعا. اي دوله تانية بس بشتغل مع واحد بس. تمام يعني انت ما بشتغلش مع واحد واثنين ليه؟ عشان الحاجه الحلوه تروح له هي لوحدها. لا وكمان زي ما هو كل ما هو بيكبر هناك
كل ما شغله بيزيد عندي. تمام. ومن حقه. ده ومن حقه زي الوكيل المعتمد. بالظبط. مع المقا... بص احنا صرحة. انا اي حاجة يعني انا اي حد بيعوز حاجة من الاردن. وناس كتير يعني ناس كانت بتسأل علينا مثلا في الاول مثلا عايزين يشتغلوا معانا وكده. نقول لهم والله احنا شايلين مع واحد اسمه فلان الفلاني رسوله واتفقوا معاه. واللي انتوا عايزين احنا نجيبه لكم. لكن انا اشتغل مع واحد واثنين. فانا ما عنديش. احييك على هذا المبدأ. وعموما نعتبر الاستاذ نادر بسيط وكيلك في الاردن لاسماك البحر الاحمر في السويس. ودعوه لاي دوله تانية تحب تتاجر او تستقبل اسماكنا اسماك البحر الاحمر السويسي. انا خدت من الاستاذ نادر تصريح اني ما عندكش مانع. لا طبعا. تمام. البوكشه الثالثه يا جماعه طبعا هتعرفوها. ده شركس يا جماعه. ده شركس. ده الناس بتقول عليه شعوره بتبقى شعوره يا باشمهندس. انت عارف. وفي برضه هنا في السويس ناس بتقول ان هو شعور. ده هو لا يقل لجوده. ده الشركس. ده فصيل. ده نوع من انواع الشعور. بس يا جماعه بتعلموه ازاي العلامه الحمراء على الخيشوم ولونه ازاي ده. تمام. ده الشركس بجميع احجامه بفضل الله. تمام. ده ايه نبها يا استاذ طاهر؟ ده لسه حالا متسوقه. لسه متسوقه ولسه دخل الفجر هيتفرز. ده دخل الفجر واحنا خدناه. بص كده ما شاء الله. تمام. بص يا باشمهندس. الله ينور عليك. ربنا يحسن سوقك ويوسع رزقك يا رب. الصنف اللي معانا يا جماعه ملص. اقلبها لي كده يا استاذ طاهر بعد اذنك. بعد كده نشوف السمكايه. اقلبها لي على ال... بص يا جماعه نشوف مع بعض فوق زي تحت. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعه هركز لكم على العين. بسم الله ما شاء الله. حاجه منوره. تقطع لها كيلو الا ربع. يعني 400 جرام 500 جرام. كيلو الا ربع كده. تمام. حاجه ما شاء الله. ده ملص يا جماعه. حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الصنف اللي معانا يا جماعه سمكه بهار. شوف معانا حاجه بسم الله ما شاء الله. بهار. بص حاجه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. تمام. اقلبها لي يا استاذ طاهر بعد اذنك. حاجه ما شاء الله. بص يا جماعه كله زي بعضه. حاجه بسم الله ما شاء الله. عم احمد انا حاسس ان في واحده مبطرخه اللي في ده في التاني مبطرخه ولا مبطرخه. هو السمك ما شاء الله سمين. عم احمد سمين. حاجه ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. بص حاجه ما شاء الله. حاجه بسم الله ما شاء الله. زي ما ربنا يحسن ونقول احنا عايزين الاحسن والاحسن والاحسن دايما يا رب ما شاء الله. يعني هو الحاج نادر ما شاء الله ما بيطلبش غير انضف حاجه. تمام. راجل محترم بصراحه يعني. بص حاجه الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. حاجه ما شاء الله زي ما انت شايف كده يا عم احمد. تمام. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. لسه عم احمد بص هناك انا كملت اهو. حاجه ما شاء الله. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله يا بص عم احمد. الله 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 الله. حاجه زي ما انت شايف كده هو ده مطعم ومسمكه اساس كبير الحاج نادر. انا محمود ما تزعلش مني انا بعشق الخمخم. طبعا الخمخم ده جميل جدا يا عم احمد في الاكل البشوات. الله ينور عليك. احلى الشعور. حاجه بسم الله ما شاء الله. لا بصراحه انا جربت الشعور والشركة السمك والله ما بناكل غير الخمخم. يعني احنا بناكله اجدع من الشعور. يبقى انا عندي حق بقى ان انا احب السمكه دي. طبعا حاجه ايه ما شاء الله. بص يا عم احمد بسم الله ما شاء الله. سمكه سمينة الله اكبر. حجمها عايز سمكه. بص الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تمام. الله ينور عليك يا ما شاء الله. الله ينور عليك كده. يعني دي بعد اذنك يا عم هدى دي في النص كده ايه لقطه بس كده. ده البياض. البياض ولا قشر بياض؟ لا ده البياض. البياض بس. تمام. الله ينور ما شاء الله. بسم الله مش سامع احمد. بص الظابط يا عم احمد خمخم طلع من الميه ده بتاع يعني الصنار بتاعنا هنا. انت هتمسك سمكه وحشه. الله يخليك يا عم هو خلي بالك استاذ طاهر برده ما شاء الله مش عايش في حاجه نظيفه. تمام. هو الحاج نادر راجل محترم. وهديه للاستاذ نادر بسيط. هو الحاج نادر من العقبه الانضف حاجه صراحه. يا رب يا حاج نادر يزيد. راجل محترم وما تطلبش الناس عندك ومحبينك ودايما في سمك فارس ابو فوارس سرع بسرع كبير يا جماعه. الله. بصوا يا جماعه بصوا انا اتامل شويه في السمكيه ازاي. شوفوا الجمال بتاعها بيتنيها يا جماعه. لو لقيتها كشكشت من النص اعرف انها ما شاء الله درجه ثالثه. بص حاجه ثانيه كمان. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليك. وسع عم احمد. حاجه ما شاء الله. تمام. يا جماعه شويه نواجل. وبطمن الناس يا جماعه نجلايه حمراء نجلايه غامقه نجلايه بني
كلها جودة واحدة وبترجع لتربة السام البحر. البحر هو اللي بيختلف في في تلوين الجلد بتاع الناجل، لكن كسمكة لا زفرة ولا شوك، لحم صافي. ايه اللي بيصير كده النواجل؟ ده نواجل على شريفة، علة واحدة وتاني طعم واحد يا استاذ طاهر. اه طبعا، ولسه في برضو عربية جاية فيها شوية نواجل وشرفان، حاجة ما شاء الله والله العظيم جاية مخصوص، لان برضو السمك ده عشان برضو بس تبقى عارفة السمك ده قل شوية. عشان برضو انت بديت تشوف السوزة الاول، لان انا عارف ان سمكة الناجل جبانة بالظبط تستخبى بين الصخور، فعشان كده يجيبها انص يقمتها، فهي غير الشهر اللي فات كل يعني كل مدى ما بتقل شويه. تمام، بس في نهايه اللقاء يا استاذ طاهر اهدي الشغل ده لمين؟ اهدي الشغل دوت للحاج نادر بسيط في العابه الاردن، مطعم مسبكة ازاز كابوريا، ونقول له ربنا يكبر عليك يا رب. وانت عارف يا حاج نادر ده انضف سمك بيجي لك، وباذن الله باذن الله باذن الله الاحسن والاحسن. اهم حاجه تبقى زباينك واثقه فيك، واحنا بنبلغه وبنقول لك انضف سمك بفضل الله اللي بيروح لك، ما بنفكرش في فلوس ولا في اي حاجه غير ان بفضل الله تعالى السمك يبقى نظيف. وبرده انا بستاذنك يا جماعه، دعوه لاي تاجر مميز، تاجر واحد بس من دوله تانية، الاستاذ طاهر عنده استعداد للاستقبال. مع الناس المحترمه